أخبار اليوم. سمير زاهر هيسقط صوت شنيع بشع هيتفرتك. وعلى فكرة قلت له الكلام ده لأنه هو جه جاب مجموعة من رسائل الأندية صوروني في نادي الزمالك عشان أنزل أنا رئيس اتحاد. فقلت لا، أنا في مملكتي هنا رئيس نادي الزمالك، يعني لو قلت رئيس جمهورية أو رئيس نادي الزمالك أقول لا أبقى رئيس جمهورية. فهو راح طالع عامل بيان قال إن أنا بدعمه. والله العظيم قلت له في مكتبي في النادي هتسقط يا سمير، وهاني أبو ريدة هيخلص عليك بنسبة كبيرة جدا جدا. وديت له دليل واحد، قلت له شوف فرج عامر نجح ازاي في لجنة الشباب والرياضة وعنده 85 سنة، اسألوه نجح ازاي.